هذا يسأل عن النية والتلفظ بها، هل هو بدعة أو شيء من هذا؟ الإجابة على هذا: أولا، لا يخفى بأن النية شرط لكل عبادة يؤديها العبد لربه، فالصلاة لا بد لها من نية، ومن شروط الصلاة النية، والزكاة لا بد لها من نية، والحج لا بد له من نية، والصوم لا بد له من نية، وهكذا الأمر في الأخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى كل هذا شيء واحد، لكن النية هل كان صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية؟ هو صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يصوم وكان يحج وكان يعتمر، فهل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية؟ لا شك أنه نوى النية قطعا. فإذا النية أين محلها؟ هل محلها اللسان أو محلها القلب؟ النية محلها القلب، والتلفظ بها لدى مجموعة عظيمة كثيرة من أهل العلم المعتبرين على أن التلفظ بها بدعة، إذ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتلفظون بنياتهم في أعمالهم العبادية. وبناء على هذا فالحمد لله لنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ورسولنا يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ونحن نلاحظ مع الأسف الشديد مجموعة كبيرة من إخواننا المصلين حينما يأتي إلى الصلاة فيقول: نويت أن أصلي لله 4 ركعات، الظهر أو العصر أو أي وقت من الأوقات، نوي أصليها مأموما، أصليها منفردا، أصليها إماما، ونحو ذلك. فهل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك؟ فنحن نقول بأن التلفظ بالنية يعتبر مخالفا عقلا ونقلا. نقلا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يتلفظون بنية العمل الصالح، وهذا لا يعني أن أي عبادة لا تلزم بالنية، بل لا تصح العبادة إلا بالنية، لكن محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أتعلمون الله بأعمالكم؟ فعلى كل حال يعني هذه ناحية. الناحية الثانية: أنت حينما الآن تنوي تقول نويت أن أصلي، أنت طالع من بيتك متوضي، وش أنت متوضي له؟ الصلاة. نعم. وش أنت رايح من بيتك إلى المسجد؟ نعم. للصلاة. وش أنت حينما قال المؤذن قد قامت الصلاة قمت قائم الآن، ماذا تعمل؟ تبي تصلي الصلاة. فإذا النية موجودة، فكون أنك تقول لا بد أني أتلفظ بها، هذا أشبه ما يقول ولا بد لك من الأكل أن تقول نويت أن آكل، نويت أن أشرب، نويت أن ألبس ثوبي، أن ألبس شماغي، أن ألبس مشلحي، أن أخرج من بيتي، أن أدخل في بيتي. هل هذا من سلك هذا المسلك ما يقال له مجنون أو شبه مجنون؟ فعلى كل حال النية محلها القلب، والتلفظ بها لدى مجموعة كبيرة من أهل العلم باطل. لماذا؟ لأنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبناء على هذا فيجب على إخواننا
نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، يجب عليهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليهم بصفة عامة أن الأمور التي يشك فيها لا بد أن يعني إذا كان إنه عامي ويشك فيها يذهب إلى طالب علم ويقول هذا الآن نعمل أو لا يعمل، فلماذا لا يعمل أو لماذا نعمله، هل لدينا في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون أمرنا خالصا لله صوابا. فبناء على هذا فيجب علينا أن نتأكد من أعمالنا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فما جاء ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الله المستعان. ومثل ذلك نية الصيام يا شيخ، ومثل ذلك نية الصيام ونية الحج، حتى إذا جاء في الحج نفسه الآن هناك بعض الناس يقول لا بد أن تقول في دخولك في الإحرام اللهم إني نويت أن أعتمر، اللهم إني نويت، اللهم نويت أنها عمرة أو حج أو نحو ذلك، فهذا كذلك لماذا تخبر بالنية؟ النية محلها القصد، لكن ماذا تقول؟ تقول اللهم لبيك عمرة وحجة، اللهم لبيك حجة، اللهم لبيك عمرة ونحو ذلك، فهذا أشبه ما يكون. قد يقول قائل هذا كان تلفظ بالنية، فنقول إذا كذلك، وأنت حينما تكبر في الصلاة وتقول الله أكبر هل بعد كذلك تقول هذا كأنه تلفظ بالنية؟ فإذا ليس هذا تلفظ بالنية، وإنما هو هذا إعلام بدخول هذه العبادة، الله أعلم.